أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عن التوصل لاتفاق مع شركتي باريك جولد الكندية وسنتامين الإنجليزية على استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها. وأكد وزير البترول أن هذا الاتفاق أحد النجاحات التي حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين. ختام منتدى مصر الثاني، عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار المهمة، ويمكن احنا شرفنا بحضور الافتتاح مجموعة من الوزراء المشاركين في المنتدى. الحقيقة انه كان موجود معانا مجموعة كبيرة من رؤساء الشركات العالمين، الشركات التي تعمل بالتعدين، وكان من أهمها شركة باريك جولد، وكان كمان معانا شركة سنتامين وغيرها من الشركات العالمية اللي الحقيقة تم الترسية عليهم في هذه المزايدة. على مدار تقريبا سنتين من العمل المتواصل والجهد ما بين كل الأطراف المعنية في هذا الأمر، من الشركات الشريكة معنا وهي شركة باريك جولد وشركة سنتامين، مع هيئة الثروة المعدنية، مع الوزارة، مع الخبراء من الأطراف، بدأنا نشتغل في هذه المفاوضات باهتمام وبتركيز شديد حتى يخرج اتفاق متوازن يحقق أهداف تعديل القانون ويحقق كمان أهداف رغبتنا في تنمية هذه الثروة التعدينية وتنمية قطاع التعدين بهدف الوصول للقيمة المضافة المنشودة. الحمد لله النهاردة نقدر نقول إنه إحنا بنهنئ زملائنا ونهنئ شركائنا شركات باريك جولد وشركة سنتامين لتمكننا من الوصول إلى إنهاء التفاوض والوصول الحقيقة إلى اتفاق على البنود التجارية والمالية والقانونية. هذه الاتفاقية سيتم بعد ذلك استصدارها من خلال الخوض في الإجراءات التشريعية اللازمة. لازم أقول مبروك لأنه تعتبر يعني قيمة مضافة للاقتصاد القومي، يعني مرحلة جديدة في قطاع التعدين في مصر.